صباح الخير عبد الإله، صباح الخير سارة، صباح الخير لكل من يشاهدنا الآن عبر قناة الإخبارية. طبعا من طائف الورد نحييكم ونرحب بكم، وتحديدا من مركز لقاحات صحة الطائف الذي دشنا طبعا قبل قليل من قبل معالي محافظ محافظة الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، وكان قد تم التجهيز فيه من قبل حوالي شهر، وتم تشغيله طبعا قبل أول الأسبوع الماضي، تحديدا في نهاية الأسبوع الماضي. رح نتحدث أكثر ونرصد وقائع المركز وماذا يقدم. يسرني الآن أن أستضيف معي معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني الذي دشن هذا المركز والذي أيضا تلقى الجرعة الأولى من هذا اللقاح. أهلا وسهلا بك معالي المحافظ، وسعداء بتواجدك معنا في هذه الدقائق. أهلا وسهلا فيك ويا مرحبا فيكم، حياك الله. أولا تحضيرات طبعا مكثفة شهدتها هذه أو شهدها هذا المركز اليوم، كان لكم جولة وتدشين وأيضا تلقي الجرعة الأولى، انطباعكم وقراءتكم لما شاهدتم؟ الحمد لله، مثل ما تفضلت كان الاستعدادات من أول ما صدر التوجيه أن محافظة الطائف تستقبل مركز لاستقبال المواطنين والمقيمين، واليوم الحمد لله أخذت الجرعة وعلى تم يعني بأتم صحة والحمد لله مع أخواني المقيمين والمواطنين، واطلعت كذلك مثل ما تفضلت على المركز ووجدت المركز الحمد لله منذ الاستقبال والتنظيم على أعلى مستوى، وما يعني أخذوا الإخوان في الشؤون الصحية على المعايير في مثل هذه المراكز. وبهذه المناسبة أرفع أسماء آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وحكومتهم الرشيدة ممثلة في وزارة الصحة على كل ما بذل من بداية الجائحة حتى هذا اليوم الحمد لله من رعاية واهتمام بصحة المواطنين والمقيمون على هذه الأرض الطاهرة. نسأل الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا اللقاح العافية والصحة للجميع يا رب. كيف تثمن مبادرة جامعة الطائف من خلال تخصيص هذا المركز طبعا لصحة الطائف لاستقبال طبعا جميع المتقدمين لأخذ اللقاح؟ الحقيقة دائما جامعة الطائف سباقة وهي منارة تشع بالثقافة وبالعلم، فما بالك والحمد لله منذ بدأ البحث عن مكان مناسب وملائم استعد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري مشكورا بالتنسيق مع سعادة مدير الشؤون الصحية الأخ سعيد القحطاني، وتم اختيار هذا المكان الموفق والحمد لله، والآن يستوعب جميع الذين يشملهم هذا اللقاح بالتدريج وبالتنظيم المناسب، فالحمد لله مكان مهيأ ومناسب. كل الشكر لك معالي المحافظ، وسعدنا بتواجدك معنا، يعطيك العافية. وأيضا نقدم الشكر لكل القائمين على هذا المركز والذي إن شاء الله تعالى سنسلط الضوء عليه في خلال النشرات القادمة بإذن الله تعالى. جميل، يعطيك ألف عافية وبإذن الله التوفيق لهذا المركز ولهذه الجهود. مراسل إخبارية محمد الثقفي.